السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وإذا كنت أول مرة تزور القناة فلا تنسى الاشتراك، تفعيل الجرس حتى تتوصل بالجديد. توفي اليوم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات غرقا بالمسبح الكبير بالرباط أمام دهشة الجميع. وكشفت مصادرنا أن الهالك البالغ من العمر 8 سنوات والمتحدر من منطقة حي الرحمة بمدينة سلا، والذي يقطن بالقرب من مسجد محمد السادس، توجه رفقة العائلة إلى المسبح الكبير بالرباط من أجل الاستجمام والترويح عن النفس قبل أن تتحول رحلة الاستمتاع إلى مأساة وينزل خبر وفاته غرقا كالصاعقة على عائلته وأمام دهشة جميع الحاضرين. وبمجرد علمها بالحادث حلت بعين المكان السلطات المحلية، كما قامت عناصر من الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وحيثيات وفاة الطفل القاصر غرقا بالمسبح، بينما لم يتم تسليم جثة الطفل لعائلته في انتظار انتهاء إجراءات التحقيق.